بسم الله الرحمن الرحيم. رياضيات سنة ثانية إعدادي. إذن عندنا هذا الدرس كما نلاحظ عندنا التماثل المحوري مماثلة نقطة بالنسبة لمستقيم. إذن سنختار نقطة من المستوى ثم نجد مماثلة هذه النقطة بالنسبة لمستقيم ما. مثلا كما عندنا هنا عندنا النقطة M ثم عندنا المستقيم دلتا. انقل الشكل في دفترك، ارسم المستقيم دي المار من نقطة M والعمودي على المستقيم دلتا، ثم العمودي على المستقيم دلتا لتكون نقطة تقاطع، نقطة تقاطع دي ودلتا. أو تكون هي نقطة تقاطع بين دلتا والدي العمود عليه، والمار طبعا من M. إذن الشكل سيكون عندنا كالتالي. إذن عندنا O ثم عندنا M ثم M بريم. كما نلاحظ أنشأ M بريم مماثلة النقطة M بالنسبة للنقطة O. كما نلاحظ هنا عندنا النقطة O هي ملتقى D والدلتا، ثم عندنا M بريم هي مماثلة النقطة M. بين أن المستقيم D وسط M M بريم، فنبين بأن المستقيم دلتا هي الحقيقة دلتا هنا. بين أن المستقيم دلتا هو وسط القطعة M M بريم. إذن طبعا عندنا دلتا عمودي على الدي، دلتا هو عمودي على الدي، وبالتالي فهو عمودي على M M بريم، فهو عمودي على القطعة M M بريم. إذن هذا الشرط الأول. ثم دلتا يمر بمنتصف M M بريم، ثم أن دلتا يمر بمنتصف M M بريم بما أنه عمودي عليها، ثم يمر بوسطها بحكم أن المسافة الموجودة بين M O هي نفس المسافة الموجودة بين O M بريم، وبالتالي فهو واسط القطعة M M بريم. إذن دلتا واسط القطعة M M بريم. طبعا ليكون المستقيم واسط قطعة يجب أولا أن يكون عمودي عليها ثم يمر بمنتصف هذه القطعة. إذن وبالتالي نسمي بأنه واسط، يجب أن يحقق هذه الشرطين. ثم تعريف ليكون دي مستقيما وإن نقطة من المستوى لا تنتمي إلى الدي. إذن ليكون دي مستقيما وإن نقطة من المستوى كما لاحظنا الآن. إذن عندنا مستقيم ثم نقطة من المستوى لا تنتمي إلى الدي، بحيث أن M كما نلاحظون لا تنتمي إلى المستقيم. طبعا في حالتنا الثانية نتكلم عن مستقيم الدي، ممكن أنك تعطي الاسم الذي تريده للمستقيم الذي ترسمه. ليكون دي مستقيما وM نقطة من المستوى لا تنتمي إلى الدي، النقطة M بريم هي مماثلة M، نقطة M بريم هي مماثلة M بالنسبة للمستقيم دي. إذن في هذه الحالة تتولي نقطة M بريم هي مماثلة M ليس فقط بالنسبة لO بل للمستقيم العمودي على القطعة ككل، يعني أن D واسط القطعة M M بريم. إذن في هذه الحالة تولي هذا المستقيم أنه واسط هذه القطعة في هذه الحالة. لا، ليكون D هو واسط القطعة M M بريم يجب أن يمر أولا بمنتصفها، وطبعا بما أن M بريم هي مماثلة M طبعا بالنسبة لنقطة ما، طبعا ملتقى المستقيم والقطعة. إذن هذه المسافة بين M O مثلا و O M بريم هي نفسها، وبالتالي فإن D يمر من منتصف القطعة M M بريم. طبعا الشرط الآخر يجب أن يكون عمودي على M M بريم، بحيث أنه ممكن أن D يمر بمنتصف القطعة M M بريم ولا يكون عمودي عليها، ممكن أنه يمر هكذا، فهمتي؟
ممكن أن المستقيم يمر بهذا الشكل، يمر من منتصف قطعة ام ام بريم وبالتالي فهو غير عمودي عليها، وبالتالي لن يكون واسط القطعة. الحمد لله. إذا كان مر بهذا الشكل أو مر بهذا الشكل، إذن فهو يمر من منتصفها ولكن ما يعتبرش واسط القطعة. لكي يكون واسط القطعة يجب أن يمر من منتصفها ثانيا ويكون عمودي، ويكون عمودي عليها. إذن حالة خاصة، إذا كانت نقطة M تنتمي إلى المستقيم D فإن مماثلة M بالنسبة لD هي نفسها. طبعا إذا كانت هاد M في الأول إحنا خضينا M من المستوى وغير منتمي لD، ولكن في حالة أخرى ممكن أن M تنتمي لD، كما تنشوف بأن M قد ما تتقرب قد ما المماثلة دي لا تتقرب للمستقيم حتى هي، قد ما تتبعد هاد M من المستقيم قد ما المماثلة ديالها بالنسبة لهذا المستقيم حتى يتبعد. طبعا M عندما تقترب من المستقيم M بريم تقترب أيضا من نفس المستقيم، فهمتي؟ وعندما تكون M تنتمي للدي فهذا على M بريم إلى بقت هاد M تتقرب حتى وصلت وصبحت من المستقيم، أصبحت تنتمي للمستقيم الدي، M بريم نفسه أيضا ستصبح من المستقيم. إذا ستنتمي أيضا للمستقيم، وبالتالي فإن M بريم ستكون هي نفس M في الحالة. إذا كانت النقطة M تنتمي إلى المستقيم D فإن مماثلة M بالنسبة للD هي نفسها، إذا في الحالة غيتلاقاو وغتولي M هي M بريم. إذا كانت M تنتمي إلى D فإن مماثلة M بالنسبة للD هي M بريم. فهمتي؟ إذا كانت M تنتمي للD فإن مماثلة M اللي هي M بريم بالنسبة للD هي M بريم، بحيث أن M تساوي M بريم. إذا في الحالة M غتولي هي M بريم. دابا عندنا تمرين تطبيقي، ABC مثلث قائم زاوية في A بحيث أن AB تساوي 6 سنتيمترات. إذا عندنا المثلث كما نلاحظ ABC مثلث قائم زاوية في A، ياك؟ ثم عندنا AB كم يساوي؟ AB يساوي 6 سنتيمترات كما نلاحظ هنا. إذن AB 6 سنتيمترات كما نلاحظ. إذن ABCD مثلث قائم زاوية في A بحيث AB تساوي 6 سنتيمترات، ثم AC تساوي 8 سنتيمترات. ثم عندنا AC 8 سنتيمترات لتكون A هي مماثلة النقطة B بالنسبة لA، لتكون A هي مماثلة النقطة B بالنسبة لA. إذن عندنا A هي مماثلة النقطة B بالنسبة لA، وبالتالي الرسم طبعا A على نفس المستقيم AB بحيث تكون المسافة متساوية. إذن عندنا AA 6 سنتيمترات تماما كما هو حال AB اللي لقينا فيها تا هي اللي كنا عبرناها 6 سنتيمترات، اللي عبرنا المسافة بيناتها 6 سنتيمترات. إذن غتكون المسافة بين AB هي 12 سنتيمتر. هذا هو الأفصول. واش هذا هو الأفصول؟ هو الأفصول. حقاش بمماثلة النقطة خاص يكون هذا الأفصول. أفصول تيكون في المعلم. حنا عندنا شي معلم هنا. أفصول تيكون في المعلم. فهمت ولا؟ كيفاش معلم؟ ها؟ كيفاش معلم؟ معلم. معلم مثلا معلم بهذا الشكل. تيكون عندك هنا الصفر، تكون عندك هنا الواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، هنا خمسة، هنا مثلا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، إلى غير ذلك. إذا عندنا هاد النقطة مثلا، هذه أفصولها شنو؟ أفصولها أربعة، اثنان، هذه نقطة مثلا سي، هاد النقطة سي، أفصولها شنو؟ سي، أفصولها أربعة، اثنان، هذا هو الأفصول. هذه ما عندها شي أفصول هذه؟ إذا هنا باش تيكون عندك الأفصول، إحنا ما عندناش الأفصول، إحنا تنتكلمو على مثلث ترسمو من المستوى.
تنحسبوا هنا فقط المسافة بين النقاط ديال المثلث كما تنشوفوا هنا. عندنا ا نقطة من المثلث ا بي سي، طبعا المسافة ضلع ا بي شحال؟ 6 سنتيمترات، والضلع ا سي هو 8 سنتيمترات، فهمتي؟ إذا هادو قياسات ديال الأضلاع ديال المثلث ا بي سي اللي قائم زاوية في ا، فهمتي ولا لا؟ طبعا رسمنا النقطة بي، ثم نبحث عن مماثل النقطة بي ياك بالنسبة ل أ اللي هي النقطة أ. طبعا المسافة اللي كانت بين بي و أ هي 6 سنتيمترات، المسافة بين أ أ شحال غتكون؟ 6 سنتيمترات، هي 6 سنتيمترات. إذا هذا الذي عندنا. إذا ثم عندنا كما قلنا بأن أ هي مماثلة النقطة بي بالنسبة ل أ، أنشئ الشكل بين أن أ مماثلة بي بالنسبة للمستقيم أسي، الحمد لله. دابا علينا أن نبين بأن أ هي مماثلة النقطة بي ليس فقط بالنسبة للنقطة أ، بل بالنسبة للمستقيم أسي، مستقيم مار من نقطة سي و أ. إذا غنبين بأن أ هي مماثلة النقطة بي ليس فقط بالنسبة للنقطة أ كما رسمنا في بداية الأمر، بل أيضا هي مماثلة النقطة بي بالنسبة للمستقيم أسي. طبعا كما تلاحظوا بأن أسي ضلع أسي من المثلث كما رأينا هو عمودي على الضلع أبي، لأننا رسمنا مثلث قائم زاوية في أ، وبالتالي فإن الضلعين هما متعامدان، وبالتالي فإن المستقيم أسي هو عمودي على المستقيم أبي. طبعا المستقيم أبي يمر بالنقطة أ، ياك يمر بالنقطة أ. طبعا عندنا المسافة أبي تساوي المسافة أ، وبالتالي فإن أ هي منتصف القطعة أبي، أ هو منتصف القطعة أبي، ثم أن أسي هو عمودي على المستقيم أبي أبي، وبالتالي فهو عمودي على القطعة أبي أبي، وبالتالي فإن أسي هو واسط القطعة أبي. كما عندنا هنا بين أن أ هي مماثلة بي بالنسبة للمستقيم أسي، ولكن هاد المستقيم هو واسط القطعة أبي، فإن أ هي مماثلة النقطة بي بالنسبة للمستقيم سي، فهمتي ولا؟ إذا أسي هو واسط القطعة أسي، وبالتالي فإن أ هي مماثلة بي بالنسبة لأسي. هذا هو الذي علينا أن نبين، هذا هو المطلوب تبينه، فهمتي ولا؟ اعتبرها بهذه الطريقة. عندك أولا عندك أسي هو عمودي على هذا المستقيم، ياك؟ عندنا هذا عمودي على هذا، وبالتالي فهو عمودي على أبي، قطعة أبي. طبعا عندنا أ هو منتصف القطعة أبي، إذا بما أنه تمر من منتصف القطعة أبي نتكلم عن مستقيم سي أ، ويمر من وسطها، إذا فهو واسط هذه القطعة، وبالتالي فإن أ هي مماثلة النقطة بي، الحمد لله، مادام أنهما يبعدان بنفس المسافة عن هذا المستقيم العمودي، المستقيم أسي، العمودي على القطعة أبي، ياك، والمر من منتصفها، فهمتي؟ هنا عندنا مماثل مستقيم، مماثل نصف مستقيم، مماثل مستقيم نشاط، أنقل الشكل في دفتري، كما نلاحظ عندنا عندنا إي هي ملتقى دلتا و أبي، والمستقيم أبي، ياك؟ ثم عندنا النقطة أ و أ بريم أنهما مبتعدتان بنفس المسافة عن دلتا، يعني أن أ بريم مماثلة النقطة أ بالنسبة للمستقيم دلتا، ياك؟ أنشئ مماثل المستقيم أبي بالنسبة للمستقيم دلتا لتكون ب بريم، هي مماثلة ب
بالنسبة للمستقيم دلتا باستعمال بيركار فقط أنشئ النقطة بي بريم. كيف نديرو ليها؟ إذن أولا نرسم المستقيم دلتا. أولا نرسم المستقيم إذن هذا هو الشكل. هذا الشكل كما تلاحظ. دابا المطلوب لتكون بي بريم هي مماثلة بي بالنسبة للدلتا ياك باستعمال بيركار فقط أنشئ الشكل. يعني كيفاش غنرسمو المماثل ديال بي بالنسبة للمستقيم دلتا عن طريق بيركار؟ شنو غنعملو؟ نحطو رأس البيركار هنا. أول حاجة اسمع، أول حاجة تتحدد جنوقات على دلتا. تتحدد جنوقات مثلا هذه وهذه، هادو غتخدم عليهم. هاد الجنوقات غتحط فيهم الشوكة ديال البيركار. ناخد القياس هذا ندير هنايا ونرجع هنا ناخد القياس نديره. غنديرو هادي بهذا الشكل. بهذا الشكل هيا تما الشكل، ثم نأتي إلى هاد النقطة. ستكون نقطة بي بريم هاد المكان ياك. الآن كما تلاحظوا بأن مماثلة النقطة إي ياك، مماثلة النقطة إي مثلا إي بريم بالنسبة للمستقيم دلتا شناهي؟ مماثلة هاد النقطة إي بالنسبة للدلتا، الدلتا هو هذا. مماثلة النقطة إي شناهي؟ مماثلة النقطة إي شناهي؟ شوف شوف، بحال دابا هنا مماثلة النقطة أ هي أ بريم بالنسبة لهاد المستقيم. هاد المستقيم بحال شي مرايا، هاد المستقيم بحال شي مرايا. السيد قبل ما تيقرب الصورة ديالو تتقرب ولا هنا النقطة أ في هاد المستوى، النقطة أ على هاد المسافة من دلتا. مماثلة النقطة أ بالنسبة للدلتا هي أ بريم. طبعا هاد دلتا كما قلنا بحال شي مرايا، اذا طبعا هاد ا غادي تشوف صورتها بالنسبه لهاد المستقيم هاد المسافه نفسها هاد المسافه ياك. اذا الان النقطه اي شنو هي الممثله ديالها؟ النقطه اي شنو هي الممثله ديالها؟ غتكون في هاد الجهه. شوف بالنسبه للدلتا، بالنسبه للدلتا اي الدلتا هو المرايه ديالها، هو المرايه اللي غتشوف فيه صورتها. من غتشوف صورتها؟ ها اي من غتشوف صورتها؟ غتشوف هنا. ها شوف هنا هي مقابله هنايا. ها دلتا، ها دلتا هو هذا، و اي تتنتمي للدلتا. شوفنا شوفنا عندنا ا بريم، ا بريم هي مماثله ا. يعني شنو تعني هذا؟ يعني بان هذه المسافه تساوي هذه المسافه بالنسبه لواحد النقطه من الدلتا. كاين واحد النقطة من الدلتا بجوج بعاد منها بنفس المسافة ا و ا بريم، ا و ا بريم بجوج بعاد منها بنفس المسافة وهي في وسط النقطة. عقلي مزيان، تنتكلم على نقطة من الدلتا. دابا نرجعو لإي. إي شنو هي المماثلة ديالها وشنو هي النقطة اللي بيناتهم؟ هاي النقطة اللي بيناتهم فين هي؟ هي فين هي؟ إلا كانت هادي النقطة بيناتهم خاص إي تكون هنا. أنا أخذ المسافة تاع هادي هابي، ها النقطة اللي بيناتهم، النقطة بي بريم، هابي بي بريم، ها النقطة اللي بيناتهم هي هادي. شتي عندنا هاد المسافة تساوي هاد المسافة. شوفنا هادي عندها هاد المسافة، هادو مسافة أخرى. عندنا هاد المسافة بين هاد النقطة البي
هي نفس المسافة بينها بالنقطة بي بريم، طبعا بالنقطة تنتمي للدلتا. دابا اي اي فين هي المماثلة ديالها؟ علاش تما؟ شوف هادي هي المماثلة ديالها هنا، هادي المماثلة ديالها، لا درنا هادي المماثلة ديالها غتكون هنا، ولا درنا هادي المماثلة ديالها هنا، هادي المماثلة ديالها هنا، هادي فين غتكون المماثلة ديالها؟ نفسها. هي نفسها، غتكون نفسها. واش فهمت ولا؟ كل النقط المنتمية لهاد المستقيم قد ما تقرب من الدلتا، قد ما هاد النقط المماثلة لهاد النقط المنتمية له حتى هي تتقرب للمستقيم الدلتا. الحمد لله. وبالتالي إلا بغينا نلقاو المماثل ديال هاد المستقيم فين هو؟ يعني بغينا نلقاو هاد النقط كلها المنتمين لهاد المستقيم، فين غيكونوا؟ غيكونوا في هاد الشيء. هانتي نقطة أ تتنتمي لهاد المستقيم ها المماثلة ديالها، نقطة ب تتنتمي لهاد المستقيم ها المماثلة ديالها، هاد النقطة المماثلة ديالها غتكون هاد النقطة المماثلة ديالها، واش ممكن نلقاو المستقيم المماثل لهاد المستقيم ككل، يعني يكون يجمع النقاط كلها المنتمي ليه؟ فين غنلقاوهم؟ نلقاوهم في هاد هاد الجهة. إذا مين غيمر هاد المستقيم لهنا؟ من النقاط المماثلة لهاد النقاط. غيمر من نفس هاد النقاط المماثلة لهاد النقاط الموجودة عليه، فهمتي؟ وبالتالي غنرسمو هاد المستقيم، شتي؟ بالتالي غيكون عندنا مستقيم بهاد الشكل تقريبا، فهمتي؟ إذا غيكون عندنا مستقيم بهاد الشكل، المستقيم الآخر المماثل لهاد المستقيم هو هذا اللي تيتضمن جميع النقاط المماثلة لهاد النقاط لينا، فهمتي ولا؟ خاصك تسميه. ممكن تسميهم لك تي محتاجهم. إذا نستأنف الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.